احتفلت ساكنة محميد الغزلان بالذكرى 60 للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة المغفور له محمد الخامس في 25 فبراير 1958. هذه الذكرى تعتبر لحظة هامة لترسيخ المكتسبات والتطلع نحو استكمال النموذج المغربي الديمقراطي في ظل الثوابت الوطنية الراسخة. احتفائنا بهذه الذكرى 60 للخطاب التاريخي ديال حميد الغزلان جلالة المغفور له محمد الخامس، وكذلك للذكرى 37 للخطاب ديال جلالة المغفور له الحسن الثاني، كتحمل واحد العدد ديال الدلالات العميقة، منها أن هذا الاستحضار التاريخي لهذا الحدث اللي هو حدث جيلي ونوعي ديال زيارة حميد الغزلان، لأنه كان إدانا بمواصلة الكفاح الوطني من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية. بهذه المناسبة نظم مهرجان خطبي حضره كل من وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان وكاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.